سلطان البلاد اللي تسامى نرضى في الترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضي على زمان حيا مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. من نيابة حمر الدروع ومهرجان حمر الدروع السنوي في نسخته الثامنة في يومنا السادس على التوالي من ضمن فعاليات هذا المهرجان، فوصلنا إلى سن اللقاية في الفترة الصباحية، الشوط الفضي والبرونزي، وتم إضافة شوطا آخر من قبل المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي مشرف العام على مهرجان حمر الدروع، فهناك وظيفة شوط نقدي ثالث للإبكار وشوط قعدان في الفترة الصباحية، أربعة أشواط مع الأشواط المساء، مساء الرموز ومساء السيارات، شوط للقاية الإبكار سيارة للمفتوح، وكذلك شوط آخر لأبناء المنطقة. تابعوا معنا فعاليتي هذا اليوم. العاشر بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم 3 خيرة جابر بن عبد الله المعمري من ولاية صحم حيوه. نقول ألف مبروك لصاحب المركز التاسع، والمركز التاسع العظبة خليل بن سيف بن سالم النوفلي من ولاية المصنعة بالرقم 14 حيوه. المركز الثامن حاملة الرقم 10 سرابة ينقل علي بن سليمان بن سعيد الهناي من ولاية ينقل. المركز السابع والسابع اختار حاملة الرقم 1 سرابة حمد بن خليفة الراسبي من الكامل والوافي. المركز السادس والسادس بقرار لجنة التحكيم شواهين بالرقم 6 سالم بن كدش بن عبد الله الحرسوسي من ولاية هيمة.
المركز الخامس والمركز الخامس حاملة الرقم 8 مغثة غالب بن سعيد بن علي الرشيدي من ولاية بركة، ألف مبروك. المركز الرابع بقرار لجنة التحكيم حاملة الرقم 9 شعلة راشد بن حمد بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي. ووشاح المركز الثالث الوشاح البرونزي توشحت به، ألف مبروك لمالك وعد محمد بن سعيد بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي بالرقم 4. ونقول الناموس والسلام ووشاح المهرجان والفوز والزعفران والناموس. سلام الكامل، سلام سلام الوافي، سلام سلام مالك شواهين ناصر بن يمع السنيدي من الكامل والوافي المركز الثاني، والدماني حمد بن سعيد بن راشد المنعي من ولاية السنينة بالرقم 5. هكذا نتيجة هذا الشوط، ألف مبروك للفائزين. باسم سلطان البلاد اللي تسامى نرضف الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم ماضية لزمان حية. وهي لحمد بن خميس بن حمد العويسي من جعلان بني وحسن، تحمل رقم 7 مركزها العاشر. والمركز التاسع تحمل رقم 6 مصيحة لعبد الله بن حمدان بن غريب القريني من ولاية السويق، تهانينا والناموس. المركز الثامن كانت تحمل رقم 12 سرابة لمحمد بن راشد بن سالم الهاشمي من الكامل والوافي، تهانينا والناموس. المركز السابع كانت تحمل رقم 10 سرابة لناصر بن علي بن راشد السنيدي من الكامل والوافي، والمركز السادس كانت تحمل رقم 20 نوادر لسعيد بن علي الغاربي من ولاية مصنعة، تهانينا والناموس. أما المركز الخامس وكانت تحمل رقم 15 ضخيرة لناصر بن عبد الله بن سعد الحرسوسي من ولاية هيمة. المركز الرابع كانت تحمل رقم 16 دمعة لسيب الراشد الرشيدي من ولاية بركة، تهانينا والناموس. على المركز الثالث تحمل رقم 17 زمت لسلمان بن حمدان بن حمود الربيعي من الكامل والوافي، تحية تحية إلى الربيعي وإلى مالك زمت وإلى أهالي أبناء الكامل والوافي. ولكن نمزون والشاهينية إلى وين السلام؟ الله يا جمهور، الله الله الله، الكل صور، أنا أباهم يطلعوا بصور جميلة، أباهم يصورون، أباهم يدققوا عشان ما يقولون استعجلت وما صوروهن. والسلام والسلام يغادر مع 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 أمزون 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 رقم 11. الله الله الله.
تهانينا وناموس لحمود بن حمد بن حمود البحري، والسلامات إلى ولاية عبري وإلى العزبة الاتحادية بفوز مزون. أما المركز الثاني وكانت الشاهينية لحمد بن سعود الوهيبي من ولاية مضيبي. ترحيب ويفوح الخزامة للضيوف بديرة رجال النشامة نراهم من ماضي على زمان حيا ذي يزم بن هيثم الشهم السنافي في مديحه ما تكفينا القوافي دعمه لأهل الهجم ما هو بخافي الكريم اللي مواقفه سخية من وصل حمرة العاشر بقرار لجنة التحكيم حاملة الرقم 130 صوغ ماجد بن محمد بن علي بن ذيبان الحرسوسي من هيمة حيو. المركز التاسع حاملة الرقم 1 مغموتة راشد بن خلفاء بن راشد النعيمي من دولة الإمارات. المركز الثامن حاملة الرقم 3 سراب سعيد بن سالم بن سعيد السنيدي من الكامل والوافي. المركز السابع حاملة الرقم 9 حموة سلطان بن فهد بن حمدان العلوي من ولاية ينقل. المركز السادس والسادس النادر عدنان بن عبد الله بن ضباب الوهيبي من ولاية السويق. والخامس حاملة الرقم 13 النايفة زايد بن محمد بن خميس السعيدي من ولاية ينقل ومن العزبة الاتحادية. المركز الرابع حاملة الرقم 111 شواهين عبد العزيز بن علي بن سعيد المغيري من بدية، ألف مبروك. والثالث الدانة عبد الله بن ضباب الوهيبي من ولاية بركة، ألف مبروك. المضمر خاتب بن ناصر السعدي، ألف مبروك. والناموس مزون محمد بن عبد الله بن عبيد السعدي، المبروك للشيخ محمد بن عبد الله بن عبيد السعدي من ولاية السويق، مالك مزون بطلة هذا الشوط، ألف ألف مبروك. المركز الثاني من ولاية ينقل مهيب ناصر بن يمعة السنيدي من الكامل والوافي.
المركز الثامن. اي احمد رقم 2 الكايد لعبد الله بن سعيد بن غريب الجهوري من البريمي، تهانينا والناموس. المركز السابع وكان يحمل رقم 5 مياس لطلال بن سعيد الرواحي من القابل، تهانينا والناموس. المركز السادس كان يحمل رقم 3 الكايد للشيخ مصبح بن علي المعمري من ولاية صحم. أما المركز الخامس وكان يحمل رقم 4 سراب لإبراهيم بن محمد بن علي المعمري من ولاية صحم. المركز الرابع وكان يحمل رقم 11 مياس ينقل لعلي بن سليمان بن سعيد الهنائي من ولاية ينقل. الذي حصل على المركز الثالث وهو يحمل رقم 6 مرعب لحمد بن سليمان بن خميس البادي من ولاية البريمي، تهانينا والناموس. وسلام يغادر يمر من أرض حمر الدروع باتجاه صور، ولكن الجمهور يقول وين يقول صور؟ يا سلام. أقول ولكن دائما تسير الرياح بما لا تشتهيه السفن، وتغيرت ترشيحات المرشحين، وغادر السلام إلى 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 الخابورة، ولا إلى الخابورة إلى الخابورة إلى الخابورة. ونقول الناموس الناموس. مشكور صور مشكور صور مشكور صور لسعيد بن عبد الله بن سعيد العريني. صور العفية، صور التحدي، صور الناموس، صور صور صور. أما المركز الثاني وكان صوغان لأحمد بن عبد الله بن محمد الحوسني. باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضف الترحيب ويفوح الخزامى، للضيوف بديرة رجال النشامى، نراهم من ماضي على زمان حيا. المركز الثامن، ثامن المراكز وثامن المتحدين التي حصلت هناك على المركز الثامن، تحمل رقم 3 وهي ميزة لعلي بن عبد الله بن عامر السنيدي من الكامل والوافي. المركز السابع والتي حصلت على المركز السابع وتحمل رقم 2 عوايد لزيد بن عبد الله المري من دولة قطر. أما المركز السادس وتحمل رقم 6 السلطنة لمحمد بن سليمان بن سعيد الهنائي من ينقل. أما المركز الخامس وجد هناك جدة لعبد الله بن محمد الحرسوسي من ولاية هيمة.
المركز الرابع، رابع المراكز، أجد من تحمل رقم 7 أغادير لمسفر بن غانم بن ناصر الهاجري من دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثالث بقرار لجنة التحكيم وهي ضجة لمهنة بن محمد بن راشد المالكي من ولاية بركة. وسلام سلام الضبي، سلام سلام أهالي السويق، السلام إلى الشيخ محمد بن عبد الله السعدي، حصلت على المركز الأول وذهبت السلامات إلى أهالي السويق. أما المركز الثاني وكانت مياسة للشيخ مصبح بن علي المعمري، سلام إلى صحم من هذه ودية، كل عام جدت الشاعر طموحة، ناوية الحمرة تروعي سوق بوحة، اعذروه إن كان قصر والسموحة، ما تكفيها الحروف الأبجدية، باسم سلطان البلاد اللي تسامى، نرضف الترحيب ويفوح الخزامة، للضيوف بديرة رجال النشامة، نراهم من ماضي على زمان حيا ذي يزن بن هيثم. في هذه اللحظات معنا مالك الظبي الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيد السعدي. بداية أبو عبد الله، ألف ألف مبروك هذا الفوز وحصول الظبي على السيارة، كيف تابعت هذا الشوط أبو عبد الله؟ والله طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. وعلى كل نتقدم أول بالشكر الجزيل على الشيخ أحمد الشيخ حمد بن مطر الدرعي على هذه الاحتفال والذي قام بهذه المزاينة. نحن عدنا اليوم 6 أيام في هذا اليوم، وطبعا لا وجدنا شيء إلا هو يريح الخاطر من جميع الذي حصلناه. أول شيء ندخل الصباح في مزاينة وعصر في مزاينة، والليلة تكون طبعا ناس متشوقة لهذا الشيء اللي هم يبثون هذه الفقرات، الذي الحمد لله من الشباب ومن جميع، يعني الآن احنا نرى من أي نعم نرى يعني من جميع ولايات السلطنة موجودين في هذا المكان. ليش؟ لأن هذا شيء يريح النفس وما قصر وبيض الله وجهه. بالنسبة للشوط والله نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الأخوة واللجنة، جميع اللجان التي قامت بهذا الدور. وطبعا الشوط طيب وهذا حلال ما بسيط، والعام الظبي طبعا ما أخذ السيارة في هذا الموسم العام، واليوم الحمد لله كررت وجودها، ونشكر هذه جهود من الله سبحانه وتعالى لنا. أحسنت أبو عبد الله جزاك الله خير. حدثنا عن سلالة الظبي وعن إنجازاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا الظبي سلالتي أبوها ولد شاهين بن كشايم، وأمها بتهملون بطيء، والحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله تعالى. الظبي في السنة الماضية نفس هذا الشوط، شوط الحجاي كان، حصلت على السيارة في العام الماضي، واليوم تكرر نفس الإنجاز، ونتمنى الله من التوفيق، وهذا توفيق من الله تعالى، والحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق. المركز الرابع ذخيرة منصور بن راشد بن هلال الدرعي، ألف المبروك بالرقم 1. والمركز الثالث واحد أضلاع المثلث الذهبي يغادر إلى المركز الثالث، ألف مبروك لمالك نود عبد الله بن الشيم بن عبود الدرعي بالرقم 2، حيوه ألف مبروك.
والناموس لمالك سراب داود بن سليمان الدرعي من حمرة الدروع، المبروك بالرقم 12. المركز الثاني عوايد خالد بن علي بن راشد الدرعي، ألف ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط. داود بن سليمان الدرعي ألف ألف مبروك، هذا الحضور الكبير في هذه الأمسية الجميلة. تابعنا سرابة وحصلت على السيارة، حدثنا عن سلالة سرابة وعن إنجازاتها إذا بالإمكان يعني. الله يبارك فيك يا أبو الزاعة. والله أبوها سراب السنيدي وأمها بنت مصيحان، نعم. شاركت العام الماضي في الهجان السلطانية، حصلت على المركز الثالث، وفي حمرة الدرع حصلت على المركز الثاني. ما شاء الله. إذن هذا الفوز وهذا الناموس الجميل ماذا يعني لك خصوصا هنا بين جماهيرك؟ والله الحمد لله توفقنا رب العالمين ونهديه لربعنا وجماعتنا. يستاهلون يستاهلون، وبيض الله وجهك يا داود، وإن شاء الله من ناموس إلى ناموس وإلى لقاء آخر. مشكور يا داود. زعفروها بصفهاني أو بشامي، صبوا الراعية